في نقطة مهمة جدا قبل ما نبدأ نتحرك في الملف بتاعنا أكتر. النقطة دي لازم نحسبها من دلوقتي عشان هي متعلقة بكل الأحداث من 2011 إلى الآن. ونحمد الله أن الدليل الدامغ بلسان صانعيها معنا منذ 2011. نتاج غرورهم وكبرهم ويعني ظنهم بالله الظنون. ظنهم بالله الظنون. احنا بنسمع بقالنا 12 13 سنة عما يسمى بإثارة الإشاعة، بصناعة الإشاعة، بالإشاعات الكاذبة، بالإشاعات المغرضة، باللي 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 بال بده. احنا نسمع دلوقتي، هنشوف فيديو عشان يجيب لنا عن من هو صانع الإشاعة، ومن هو مصدر الإشاعة، ومن الذي يحرك الإشاعة ويستفيد منها. نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم. بس هذه الشائعة من وراءها؟ بس هذه الشائعة من وراءها؟ أنا هقول لحضرتك حاجة. احنا في ميدان التحرير من يوم 28، لما كنت أحب أهدي الميدان، وأنا كنت بروح بنفسي، ولجنة الحكماء موجودة، اللي كانت موجودة في الميدان، وأنا أصدر منهم الدكتور عبد الكريم مصطفى والدكتور والأستاذ جورج إسحاق والدكتور محمد البلتاجي والأستاذ أبو العز الحريري، كانت مشكلة مجموعة في الميدان اسمها مجموعة الحكماء قبل إسقاط النظام الصدر. لما كنت أحب أهدي الميدان كنت أقول لهم أطلع إشاعة في الميدان قبضوا على أحمد عز وحولوه لمحكمة الجنايات، الميدان يهدى. هو حضرتك كنت مصدر هذه الشائعات يا فندم؟ طبعا. ان قبضوا على وزير الداخليه وودوه مش عارف ايه، الميدان يهدى. انا عارف ماذا تاثير الاشاعه في الجموع الثوريه، انا عارف ازاي اهدي ميدان وازاي اهيب ميدان. لما طلعنا يوم 10 فبراير على المنصه بتاعت حمدي الوزيري، انا طلعت بنفسي، وكان يوم الخميس مساء، كان صباح الجمعه، والجمعه اللي كان هيحصل فيها تحركات اتجاهات عديدة، وقلت لهم كل مطالبكم اتحققت بجد. ايوه بجد، واخده بال حضرتك؟ فانا عارف مدى تاثير الشائعه داخل الميدان. هو عارف مدى تاثير الشائعه داخل الميدان، هو اللي كان بيهيج الميدان وهو اللي كان بيهدي الميدان، هو مصدر الاشاعه وهو من يصنعها. سياده اللواء الرويني قائد المنطقه المركزيه، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أدلى باعترافات خطيرة على الهوى تدين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحملهم مسؤولية عظمى في إثارة الفتن والشائعات منذ يناير 2011 وربما منذ قبلها لتمهيد الأرض وبالتأكيد ما بعدها. بعد تخلي مبارك وخروج الجنرال من المشهد حصلت مجموعة من الأحداث، لكن في ملحوظة مهمة لازم نقف عندها قبل ما نكمل كلامنا. الشخصيات الاعتبارية الموعودة من ضمن المواصفات بتاعتهم ان هم يوصلوا لأدوارهم ويؤدوا أدوارهم النهائية بعدما بيؤدوا مرحلة كبيرة في محاربة أهل الشر، بيقضوا جولة كبيرة في محاربة أهل الشر في مختلف المجالات. وبعد أحداث عظيمة زي ما اتفقنا، الأحداث دي تنتج عنها الخلاص النهائي والتام من أهل الشر، من حزب الشيطان، من معسكر إبليس، من جنود الدجال، من عباد إبليس وأتباعه. يعني دي أمر متفق عليه توراتيا إنجيليا قرآنيا نبويا آل بيتيا صحابيا من موروث الأولياء، يعني عشان نجيب من الآخر، حتى ميراثنا المصري القديم من على جدران معابد الجيش المصري في عهد رمسيس الثاني، إن عصا الفرعون العائد من التابوت سوف تتحول إلى أفعى كبرى وتلتهم
كل جرذان العم سام بالمنطقة وتكون له الكلمة الأخيرة. حتى نبوءاتنا المصرية القديمة بتؤكد على الأمر. طبعا النبوءة لمن يسمعنا الأول مرة، طبعا استعرضناها مرات ومرات من قبل من ضمن ما استعرضنا، لكن في النهاية لمن يسمعنا الأول مرة يستطيع أن يبحث عنها ويتأكد منها ويتأكد من معانيها. وبالتالي الخلاص من التنظيمات ذات الفكر الماسوني والصهيوني، ولكن بالأساس الخلاص من هؤلاء المزروعين في جسد الدولة المصرية، جسد الدولة المركزي التنفيذي والتشريعي و و و و, و لأنهم موجودين في كل مكان. شجرة خبيثة، شجرة خبيثة. من مضمون النصوص هنلاقي ان اهل الشر دول بدءا من حضرة سيدنا الامام علي عليه سلام الله بدأ يعبر عنهم من واقع نصوص حضرته اللي قالها عن المرحلة اللي احنا فيها، ومن بعد منه السادة آل البيت، ومن بعد منهم السادة الاولياء، برمزية شجرة الحنظل ونخلة الحنظل. توليخ يعني توصيف بليغ جدا وعميق للغاية، بيوضح مرارة مدى المرارة ومدى الشدة والصعوبة الناتجة عن أفعال وأفكار هؤلاء. لكن الأمر لازم نقف عنده مهم جدا في التوصيف ده، أن الحنظل تقذره كافة النفوس الحية، كل الكائنات الحية بلا استثناء تكره هذا النبات وتقذره وتقرف منه، جميع الكائنات الحية. فهو تعبير بليغ جدا 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 من حضرته عن طبيعة هؤلاء الناس وطبيعة معتقداتهم وطبيعة أفكارهم. الفارق بين النخلة والشجرة، أكيد مفيش نخلة حنظل وهو تعبير أكثر بلاغة، بس خلينا أول نتكلم في الشجرة. الشجرة، شجرة الحنظل، ليس لها جذور في الأرض وليس لها جذع ومشابه، هي شجرة أفقية تنمو بشكل أفقي أشبه بشبكة الصيد، فاقتلاعها من على الأرض بيكون أسهل بكتير من أي شجرة أخرى أو أي مزروع آخر له جذور في الأرض، وده دليل على هشاشة هذه الشجرة. والشجرة دي نقدر نفهم إنها كل جماعة ذات فكر ديني بهدف سياسي، أو كل جماعة ذات فكر سياسي يخرجك من الدين. يعني كل التيارات المتأسلمة على مر التاريخ اللي هي سماها حضرة سيدنا رسول الله بالخوارج، لأن الخوارج دول على مر التاريخ، أو الفرق والطوائف، أو الشيعة في القرآن الكريم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأصناف أخرى ذات أفكار بقى يسارية وماركسية ويمينية وليبرالية، كل ده فكر ماسوني صهيوني، صناعة إبليس والدجال لجل صرف الناس عن طريق الله الصحيح والقويم، وإنه يخشوا في منهجية فرق تسد. طول ما أنا بفتت أهل الحق وبفرق الناس عن اتباع منهج الله الصحيح، هم ضمنوا لأنفسهم مساحة يركبوا من خلالها ويدلدلوا رجليهم كمان ويسوقوا الأمم إلى أهداف تخصهم هم. أما نخلة الحنظل ده تعبير غريب يحتاج التدبر فيه. مفيش نخلة للحنظل، لكن في نخلة بتطرح بلح مر، بتبقى نخلة فاسدة وبلحها فاسد ما يتاكلش للبني أدمين، بيبقى ملح مر بيسموه بلح سيس. بيسموه ايه؟ بلح سيس. ما ياكلش البلح السيس ده غير الخرفان. الكائن الوحيد اللي يقبل ياكل البلح السيس ده ويمضغه ويبلعه ويهضمه ويتكيف منه الخروف.
فسبحان الله في هذا التوصيف نخلة الحنظل يبقى هي من بدايتها مر وطرحها سيس بلح مر. باختصار نخلة الحنظل بتعبر عن هذا التنظيم بمن يمثلونه داخل مؤسسات الدولة وقبل ما نخوض في الكلام عشان محدش يروح بالكلام في حتة، مؤسسات الدولة ملهاش دعوة بالمزروعين دول، لازم ما نخلطش نفصص الأمور. ليه؟ لأن مؤسسات الدولة برضو جواها حراس العرين. الخطر دائما يتربص بها، لكنني عقابها الحارس. انقض عليه كالصاعقة محققا نبوءة حورس بأنك مصر دائما في أمان وملء القلب والعين. شعار المخابرات العامة المصرية التي كانت على موعد فور ميلادها مع تحد جديد من نوعه، فضيحة لافون، كانت أول صفعة لجهاز الموساد الإسرائيلي. جهاز المخابرات المصرية الوليد يحكي مقدته على هذه الشبكة التخريبية التي زرعها الموساد بمصر، وكانت تهدف إلى تفجير منشآت مصرية وبريطانية وأمريكية لتدمر العلاقة بين مصر وهذه الدول وتؤخر قرار إنجلترا بالجلاء عن مصر. أبناء السادة آل البيت، لأن الصراع قديم، الصراع قديم. واللي بيسمعني الأول مرة، فضل حضرتك ابحث في تاريخ إنشاء جهاز المخابرات العامة المصرية بدقة، وانت هتفهم كويس قوي إيه اللي أنا بقوله ده، فنخرج المؤسسات برا الكلام عشان الموضوع ملوش علاقة بالمؤسسة. في أغسطس من عام 67 يفتح ملف الانحرافات داخل جهاز المخابرات. الدعوة لفتح الملف جاءت من داخل الجهاز نفسه، وكان ذلك دليلا دامغا على رغبة المخابرات العامة المصرية في الحفاظ على أمجادها والاستعداد لمعركة التحرير المرتقبة. الموضوع له علاقة بأناس زرعوا في المؤسسات من سنين طويلة، في آخر كلامنا النهاردة بإذن الله، أو في آخر الملف بإذن الله، هنستعرض كيفية هذا الأمر. المهم، يبقى كده فهمنا الفرق بين الاتنين. بس من ضمن الفروق دي إن النخلة ليها جذر وليها يعني ساق وجزء وجسد، ليها ثبات في الأرض، وبالتالي نزعها أو خلعها أصعب من الشجرة. النخلة تحتاج للصبر بقى، وتحتاج لتكتيك آخر لجل أن يفهم الناس أنها نخلة دخيلة على البستان. البستان مش هو اللي مر، النخلة دي هي اللي مر، والنخلة دي هي اللي تصدرت وقالوا لك هو ده طرح البستان. أرجو المعنى ده نستوعبه كويس جدا. احنا محتاجين اللي ينشن لنا على النخلة ويوضح لنا ان مش هي دي النخلة الاولى ولا الاخيرة ولا الوحيدة في البستان. البستان مليان بالنخل وبالزروع وبالفاكهة وبالرمان وبطيبات ربنا، لكن هناك قوة متغلغلة شريرة ليست ممكنة في كل شيء، هي ممكنة ظاهرا وفق الخطة اللي احنا كلمنا فيها في الاول، في خطة لاستيعاب الامر كله، عشان بس ايه نبقى ردنا استباقيا على الايه الاسئلة اللي من النوع ده. نكمل كلامنا. بعد 2011 وبعد ما سمي باستفتاء 2011 او مارس 2011 وغزوة الصناديق، حصل احداث كتير ابرزت من هذه الاحداث شجرة الحنظل، الإخوان ومن يدور في فلكهم.
وجمعه قندهار واسلاميه اسلاميه ويا مشير خد قرار اما جنه واما نار ومن امور كتير واحداث ساخنه كتير ومظاهرات وشد وجذب وضرب وروح جاي وليله كبيره سعادتك. شفناها ومحمد محمود واحد ومحمد محمود اتنين ومجلس الشعب يعني احداث كتير 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 دامية اسيلت فيها الدماء محدش عارف مين الجاني ومين المجني عليه ومين الظالم ومين المظلوم. في الاحداث دي كلها كان بصورة مباشرة او غير مباشرة بيتم بروزة الاخوان كاحد المتهمين كاحد المتهمين ومن هنا بدأت تصدير الاخوان واخواتهم ك مجرمي حرب وعملاء ودخلاء وما شابه. وده كلامي ده مش تبرئة للإخوان لكن ليسوا الوحيدين، لكن كلامي في إدانة مباشرة لقيادات الإخوان الكبار، الإخوان العادي الغلبان الطبيعي ده مضحوك عليه باسم الدين متصور ان هو ده الصح، يعني مش هو ده قصتي دلوقتي. انا قصتي مع الكبار اللي فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة بتفاصيل تفاصيلها، عارفين بيعملوا ايه وبيتحركوا تحت هندسة مين ولأي اهداف، هم عارفين كويس سواء كانوا الاخوان سلفيين غيرهم يعني كل دول عارفين. المهم الاحداث بتمشي بينا لحد ما الاخوان بيطرحوا انفسهم في مجلس الشعب وخلاص وخلص خلاص مجلس الشعب وطرحوا انفسهم للرئاسة. ويبدأ الإخوان في نهايات 2011 مع بدايات 2012 مع طرح اسم خيرة الشاطر يعلوا صوتهم بقصة الشخصيات الاعتبارية ويقولوا على خيرة الشاطر نوك يوسف خرج من السجن ليحكم مصر ولقبوه بالعزيز. شوية شوية محمد مرسي بدأت الأمور تدخل معاه في إيه ان هو كمان صاحب مصر وبدأوا الترويج له بهذا الامر ومنصتهم ب يعني في الدعائية بتاعت الانتخابات قالوا كلام كتير يشير للحتة دي، ده بخلاف كلام قيل اعلاميا على لسانهم في اكتر من او لسان اخوانهم واحبابهم وحبايبهم في قنواتهم وفي منصاتهم الاعلامية يعني يشير للجزئية دي. يا شعب مصر العظيم بهذا النداء الذي يحب دائما ما يناديكم به رئيس الدولة القائد المهندس محمد مرسي الراغي الراغي الذي لا إله إلا هو محمد مرسي عظيم حفين عبر بن الخطاب حفين عبر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب. وهل ابن الخطاب من بني أمية؟ بالتأكيد لا، ولكن سيدنا عمر بن الخطاب هو جد عمر بن عبد العزيز من ناحية الأم. من عبد الصحابة اكتبوا من عبد الصحابة فيجب فيحضر هذه البلاد. اختطف من عهد الصحابة إشارة لأنه صحابي مصري، ولنسمع ماذا يقول محمد حسام. ولا تنسى أنه رئيس له شرعية، له شرعية، شرعية قرآنية وشرعية نبوية ثم شرعية شعبية. رؤية حق إن شاء الله من رآها إنه رأى مجلسا فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرئيس محمد مرسي والحضور. وحان وقت الصلاة فقدم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل يصلي لكم الرئيس محمد مرسي. ما ربنا ينكم فائتكم وانتم رئيسكم ضغط، لان الرجل ده رجل عنده دين، ده تنادي من الانبياء والله اخلاق انبياء. هنا لازم نقف وقفة مهمة جدا قبل ما نكمل مشوارنا مع السنين والايام. كان لابد لكي تسير الخطة الكبرى للدجال في مخططه المرسوم من البداية في الشرق الأوسط الكبير لأجل وصول الشخصيات اللي هو عاوزها لسدة الحكم ليستقبلوه كمسيح منتظر
ملكا على العالم يبقى هم دول الممهدين له. هو زي ما في ممهدين للإمام في ممهدين للدجال. المهم كان في إطار ده لابد من إسقاط الفريق أحمد شفيق بأي صورة من الصور. يبقى في تنافسية كبيرة تقلق الإخوان، ما تريحهمش في الو في الو في, ال في نتيجة الوصول، يشعروا معها ان هم معهم نص المسائل، مش كله يعني. الاخوان لو كانوا نجحوا ب 70 75 80% في النتيجه كان الوضع اختلف، كان هيبقى معهم قوه شعبيه اكبر بكتير على الاقل، اللي هيبقى مفهوم كده. لكن نجاحهم او انجاحهم بفارق واحد ولا واحد ونص ولا الكلام ده، ده مش نجاح مريح. وحتى لو كان شفيق هو اللي تم اعلان النتيجه الصحيحه وشفيق كسب، برضو ده ما كانش نجاح مريح بالنسبه لشفيق. لكن وجود شفيق كان هيؤدي الى حاجه من الاثنين، يا هيعطل المخطط يا هيحبطه. ليه؟ اصل شفيق رجل قوات مسلحه، فمش هينفع يبقى فيه كلاش او تصادم او هجوم عليه بشكل يعني معين كده، ما مش هيتيجي، ما مش جايه. بالاضافه هو فاهم كويس جدا المؤسسة على علاقة وخبرة طويلة عريضة بها، كان يعني قاب قوسين وأدنى من أن يكون وزير. فبالإضافة أنه هو قوات جوية يعني أصحاب التميز نوعا ما داخل المؤسسة، فموضوع كبير مع شفيق، فكان وجوده هيؤدي إلى تعطيل المخطط أو إحباطه. لذلك كان لابد من إسقاط أحمد شفيق بأي تمن. ومن هنا عملية بقى إيه استباق النتيجة وإعلان محمد مرسي للنتيجة في الفجر، و الكلام بقى اللي ايه اللي حضراتكم فاكرينه كله. بعد ما الاخوان وصلوا لسدة الحكم، طمعهم في الشخصيات الاعتبارية وان هم ياخدوا الختم واعتماد حصولهم على الشخصيات الاعتبارية، امعنوا بقى في امر ايه ان مرسي الصاحب وخيرت الصحابي وكده يعني. لكن يعني ايه موضوع ان خيرت الصحابي ما كانتش نافعة، فبدأوا يدخلوا أسماء أخرى تظهر على الساحة زي أبو اسماعيل زي محمد حسان، إن دول ممكن يكونوا يعني صحابي. وده الأمر ده عالي بالذات في الشهر ونص أو الشهرين اللي قبل الانتخابات والشهرين الثلاثة اللي تالوا وجوده في السلطة. وبالنظر والتدقيق في أداء الإخوان بشكل عام من 2011 لحد ما وصلنا لوجودهم في سدة الحكم، هنلاقي ان في اداء عام للاخوان كده يعني يلصق بهم التهم. يعني حتى لو هم مش متهمين رئيسيين او فاعلين رئيسيين في احداث معينة، فتلصق بهم او تترمي عليهم او تدور حواليهم هالة معينة كده لتجرمهم. لكن طبعا في احداث هم ابطالها وهما من يعني أقاموها ومن افتعلوا العنف فيها وما شابه، عشان بس يبقى الأمور يعني مفهومة. لكن في أفعال أخرى وحوادث أخرى هما استدرجوا فيها، وقعوا في الفخ، كانوا بعيد عنها واتلزق فيها اسمهم أيا كان يعني. وكل ده الهدف منه أن يبقى في حالة بأن في عدو خفي على الأرض محدش فاهم مين اللي متحكم فيه. في شيء معين على الارض خفي بيقوم باعمال عنف وبيشتبك وبيدمر وبيحرق وبيكسر و و و و ومش مفهوم مين اللي بيدوره، مين اللي بيديره. هل هو الاخوان؟ هل هم طيارات اخرى؟ هل هي تنظيمات مخابراتية او اذرع مخابراتية في الداخل؟ مين مين ده العنصر او الطرف اللي الاجهزة الامنية المصرية، مخابرات عامة ومخابرات حربية وامن دولة وامن عام ومباحث و و و مش عارفين يوصلوا له؟ فده طبعا صدر حالة من القلق الكبير عند الناس، ان في شيء كبير في البلد وفي حركة كبيرة في البلد غير مفهومة وخفية ومش معروف مين اللي بيتحرك فيها. وبدأت بقى الإشارات للإخوان والسلفيين والوهابية وكل الإشارات دي تشتغل بزيادة في الموضوع ده وتصديرها، مع وجود تنظيمات من أبناء الفكر ده
بيقوموا هم ايضا باعمال فيها عنف، فيها بلطجه، فيها فرد دراع، فيها كده. فبقى في حاله حوالين كل من هم اصحاب دقن. وطبعا بتمكين الاخوان ترسخت فكره الخطر الداهم، وترسخت بقى ايه افكار عند البعض اولهم المسيحيين بان احنا مقبلين على افغانستان، او مقبلين بقى على نموذج يعني بن لادن او الحاجه زي كده. ولكن عشان الامر ده يترسخ في ذهن المسيحيين تحديدا وترتفع وتيره القلق ووتيره الفتنه من المسيحيين والمسلمين بشكل عام، كان لابد من حدوث حدث كبير يجعل المسيحيين في حاله لخبطه وتيه وشتات، ويعني يشعروا بخطر عظيم يواجههم. من ساعه ما قامت الاحداث يناير لحد اكتوبر 2011 في احداث كتير حصلت مع الاخوه المسيحيين في بعض الكنائس، اطفيح ومش عارف وفين وفين، بعض الاحداث كده، ويروح محمد حسان ويروح جورج اسحاق ويقعدوا وحاجات كده. لكن ما يسمى بمذبحه ماسبيرو كان حادث فارق في مصر. مفيش مصري عنده دم لم يتأثر وتبكي عينيه من المشاهد اللي احنا شفناها، لان فعلا كانت مذبحة وبشعة وقاسية ورزلة، بشعة وقاسية ورزلة. انا مش هتكلم فيها من تلقاء نفسي كتير عشان مش عاوز استهلك الوقت، لكن انا هأشير لشيء مهم وهعرض من خلال الشيء ده مستند هرتكن في صحته على من سأشير إليه. هناك دكتور مصري مسيحي اسمه الدكتور رؤوف وجيه، أحد المصريين المغتربين ممن يطلق عليهم أقباط المهجر. له منصة على اليوتيوب باسم الصوت الصارخ أو الدكتور رؤوف وجيه، يعني اللي هيكتب بالاتنين هيجيله، وهتلاقوا الرابط موجود في أسفل الفيديو النهاردة أو أسفل الحلقة، موجود في القناة بتاعت حضرته، وهو له صفحة أيضا على الفيسبوك برضو باسمه وباسم الصوت الصارخ. وقبل أي شيء أنا أختلف مع الدكتور رؤوف في 95% من أفكاره اللي هو بيطرحها، عشان بس يبقى إيه الكلام على مية بيضة من البداية. لكن في أمر نقاشه حول مذبحة ماسبيرو هو استعرض بعض المستندات الخطيرة والهامة والكارثية المنسوبة للقوات المسلحة وتحديدا للمخابرات الحربية، موقعة من اللواء عبد الفتاح السيسي. قدام حضراتكم دلوقتي هذا المستند بتاريخ القيد 78/2011، التاريخ 1/10/2011، الختم الكودي، الأوراق، مش عارف إيه، إلى المجموعة 75 حربية، إيماء إلى كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 11541 بتاريخ 7/10/2011 ميلادية، والصادر بأمر السيد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخصوص التطورات والآثار المترتبة على العملية صليب 41، فإنه تقرر تنفيذ العملية ظافر ماسبيرو 3 يوم الأحد الموافق 9/10/2011، ويتم التأكيد على ما يلي: 1- رفع حالة الاستعداد القتالي لعناصر ظافر للحالة القصوى صباح يوم الأحد الموافق 9/10/2011، مع عدم إغفال التنسيق وتنظيم التعاون مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية. 2- التأكيد على تفهم واستيعاب عناصر ظافر للمهام والمسؤوليات. 3- التأكيد على التزام عناصر ظافر بمحاور التحرك ونقط الدفع
ومناطق الاشتباك. 4. تأميم انضمام عناصر ظافر إلى عناصر فهد وعناصر صليب وتأمين الإخلاء لهم بعد ضمان الانتهاء من تنفيذ المهام عن طريق الدفع بعناصر نسر من أعلى كوبري أكتوبر لعمل تغطية نيرانية بهدف الإشغال والإرباك لعناصر فهد وصليب. عناية اللواء أحمد محسن الغباشي بتاريخ 7/10/2011، التوقيع لواء أركان حرب عبد الفتاح السيسي. هذا المستند إن صح ما فيه وأظنه صحيح، مستند كارثي بكل المعاني والمقاييس ولا يحتاج لنقاش ولا كلام. ولازم ننتبه ان كان في عملية اسمها صليب 3 وفشلت، ما جابتش نتائجها فتغيرت لباقي بقى التفاصيل اللي احنا سمعناها. وانا في مواطن عديدة في ظهوري مع حضراتكم السابق لما كان بتيجي الكلام ناحية يناير واجواء يناير كنت بلمح لمسبيرو ولمين الموتوسيكلات اللي وقفت اعلى في كوبري اكتوبر وفتحت النار على الناس في اتجاه ماسبيرو. فجت لنا اجابة. وانا بدعو حضراتكم جميعا كل اللي بيسمعني ارجوكم ادخلوا للدكتور رؤوف وجيه وطلبوه باعادة عرض المستندات وطلبوه بالافصاح والتدليل على صحتها ومن اين حصل عليها وما شابه، مع مطالبته مرة اخرى بإعادة ما قالوا عن اللواء اللي دخل جوه مبنى ماسبيرو اثناء المذبحة والمصابين من الاخوة المسيحيين تم تجميعهم جوه ومعاه طبنجة وكان بيقتل الحي منهم. اسألوه هو يمتلك الاجابة، انا لا امتلكها. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. نيجي بقى لمرحلة عزل الإخوان. فكانت سيرة الصحابي والصاحب والوتيرة دي كانت عالية، ونصنع صحابي يكون لدي بقى علم متعلق بتناول النبوءات وتحليلها وفك شفراتها وبتاع، ومن هنا يبقى هو ده بقى اللي بيقدم الرفاق. يعني حتى قبل ما مصر تبقى دولة شمولية، يعني قبل عبد الناصر حتى الملك فاروق وما شابه وكل دول ما تكتبش حرف إلا لما الأمن يقول لك أوكي انشره أو ما تنشروش. والسيسي قائد الفاتحين، الكائنات الفضائية تضرب العالم، والدجال يخرج من أصفهان، الإرهاب يضرب بلد الأمن، واغتيال الوزراء. في الكلام ده هو بيتكلم 10 سنين، مش بيتكلم امبارح. احنا دولة مؤمنة موحدة بالله، شعبها مؤمن موحد بالله، ولا دولة كافرة مشركة ملحدة تؤمن بلا شيء، بعدم اليقين. فين وازاي وليه وشمعنا ويقابلوا، يعني انه ما فهمهاش. فدي كانت بداية لحاجة مش مفهومة بقى. يعني احنا عدينا مرحلة بقى ايه الامام علي اختاره رئيس، دلوقتي وصلنا لمرحلة ان هو بيقابل الله مرتين وبمنشدت ان السيسي المسيح المخلص.